السلام عليكم، مرحبا بكم عند لي سافير دو لا تركيا افيك نزيها. اليوم جبت لكم وصفه تركيه اصليه على اسم هنكار بيندي. هذه الوصفه هدية، وصفه مشهوره وقديمه بزاف. حكايتها يعني نحب انا نحكي لكم، نعطيكم الطبق ونحكي لكم حكايته. الوصفه هدية طبق في وقت الدوله العثمانيه، مرت الاغا جات فتره تطيبوا لها هذا الطبق وعجبها بزاف، وقعدت تقول لهم زيدوا سقيوا لي، زيدوا حطوا لي من هذا الطبق. من بعد سماوه هنكار بيندي، هي المراه هذه واسمها هنكار، فوالا يعني بيندي يعني عجبها. هنا نحكموا طنجره، حطيت شويه زيت وحطيت الغنمي، من الاحسن على الوصفه الاصليه، وانتم ديروها باش تحبوا، بالدجاج بالبقري باش تحبوا. نقعدوا نقليو في هذا اللحم هدايا في شويه زيت، ومن بعد حطيت له حبه بصل ملحيه وحطيت له نص راس ثوم. نقعدوا نحركوا في هذا الخليط هذا. من بعد درت الملح، فلفل الكحل، فوالا، ودرت بول بيبر اللي هو العكري هو حار، ودرت طوماطيش تاع الحب تاني مرحيه، ودرت لو بوافرون كونسونطري يعني الفلفل الاحمر كونسونطري اللي هو فلفل عكري، ودرت الكيكيك اللي هو الزعتر لوريغان، فوالا ماشي زعتره. وخليتهم يتقلاو على نار هاديه، قاعده غير نحرك. من بعد مرقت بالماء سخون وخليته يطيب على نار هاديه باش اللحم تاعي يطيب وتجينا المريقه. الله الله، هنا حكمت طرف تاع زبده ولا مارغارين، نخليوه يدوب بالطبع. من بعد نحطوا له زوج مغارف تاع العشاء تاع الفارينه ونخلطوا مليح. الفارينه لازم تدخل مليح في الزبده ديالنا ولا المارغارين. يعني هنا راني قاعده نوجد في لاصوص بيشاميل، ودرت زوج كيسان ونص تاع الحليب، يعني نص ريتلا، درت نص ريتلا تاع الحليب. قاعده نخلط مليح حتى وين يتنحاو لي كامل هذوك لي غرومو. فوالا، من بعد درت لها بيان سور الملح، ما ننساوش الملح. فوالا، شويه ملح، فلفل الكحل، والجبن المبشور يعني الفرماج غابي، كل وحده ومقدورها، كل وحده ومقدورها. انا ديما نعطيكم الوصفه الاصليه. هنا وجدت هو الطبق، يعني الماده الاساسيه هي الباذنجان. فوالا الباذنجان، شويتو على الغاز، شويتو على الطابونه باش يجينا هذاك الذوق المدخن لو غو فومي. ومن بعد قطعته مليح يعني ولا كوم اون بوري، وخلطتو مع هذيك لا بيشاميل. صدقوني والله يذوق ما شاء الله. ومن بعد درت الدغيساج تاعي، فرغتو في طبق التقديم، وحطيت هذيك لاصوص مع اللحم. ونديرو ديما نقدمو الفلفل الحار هكذا مشوي. و فريمون هنا ما بقى لي غير نقول لكم نتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه، واللي عجبته الوصفه ما عليه غير يخلي لي تعليق، وديروا لي لايك، وديروا اشتراك في القناه تاعي. شهيتي طيبه، سلام عليكم، في امان الله، اللهم لا تلوم غير شريس.